سلام البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى بانكم في افضل الاحوال. اليوم جبت لكم هاد الاطارات، غادي نوريكم كيفاش يمكن لكم تركبوهم. بالنسبه للاطارات فهادو الاطارات ديال ايكيا، الثمن ديالهم كيتراوح ما بين 45 حتى 50 درهم، ولا لقيتوهم سوندي راه يمكن لكم طبيعة الحال تلقاهم اقل. دونك دائما حاولوا انكم تبعوا السود، اذا كانت عجبكم شي حاجه يمكن لكم ديك الاثناء تاخذوها عفوا بثمن، يعني ثمن اللي هو مناسب. راه كاينين دوطخ اللي كيكونوا الاثمنه ديالهم مناسبه، دونك انا خديت هذا. وكيف ما قلت لكم فهاد الاطار سميتو ريبا، وهذا الطول ديالو كيجي 21 على 30 سنتيمتر. كما كتشوفوا معايا انا حليته، من بعد ما حليت هذوك راه فيه واحد الحديدات لداخل. وبالنسبه للصور اللي اختاريت فانا اختاريت هاد الصور. هاد الصور انا طبعتهم من بينتريست، يمكن لكم تلقاوهم في بينتريست. كاينين اشكال متعدده، يعني كل واحد غادي يطبع شكل اللي غيناسبو. بالنسبه لهاد الاطار البنات، هاد الاطار الزجاجي هو ماشي زجاجي عفوا، هو ماشي زجاجي ولكن راه سي دو بلاستيك، وكيجي عليه واحد الغشاء هكا ديال البلاستيك كيحافظ عليه باش انه ما يتخربش، حيت الا تخربش كيبقى المنظر ديالو ما زوينش. دونك ضروري خاصنا نحيدوهم باش ما تبقاش لينا حتى ديك العلامه ديال الغوسكلاج باينه. دونك انا هنايا غادي نحط الاطار الزجاجي ديالي، ومن بعد غادي نختار كيف ما قلت لكم اختار الصور اللي غادي نحط هنايا. انا بالنسبه للصور ان شاء الله غادي ندير جوج صور، غادي ندير هاد القرعه ديال بارفان ديال ديور، وغادي ندير هاد ديال شانيل. الاخرى ان شاء الله نشري اطار اخر ونوضعوا فيها. بالنسبه للاطار هاد الاطار الجانبي راه كيف ما احتفظوا به ما تلوحوش، لانه تقدروا تبغيو تبدلوا هذيك الصوره، ولا يمكن لكم كذلك تصغروها. انا في هاد الاثناء غادي نسدو، غادي نجيب شي حاجه باش تساعدني. راه هو الصراحه راه شويه قاصح، وكذلك كيكون ماضي. هذه هي الصوره ديالي كتجي على هذا الشكل، كنتمنى انها تكون عجباتكم. وغادي ندوز باش نركب الصوره الثانيه في الاطار الثاني، وان شاء الله نتلاقاو باش نشوفوا النتيجه الثانيه، النتيجه الاخيره عفوا اللي غادي نحصلوا عليها. وهذا هو الشكل ديال الاطارات اللي صوبت، كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم.